وهل الأعمال غير عائلية؟ يعني طول عمره هذا هو تاريخ الأعمال، أنه أعمال عائلية. من الصعب طبعا أحيانا لجيل من أصحاب الأموال أن يفقدوا السيطرة، ولذلك نرى أنه إلى حد كبير يحاولون أن يحتفظوا بهذه الأعمال لأنفسهم. تغيرت النظرة لأنه في كثير صارت إشكاليات بالاقتصاد، في منافسية كثير كبيرة. هل برأيك صار من السهل أنه الشركات العائلية، من السهل أيضا إقناع هؤلاء يعني أصحاب الثروات فعلا أن يلجأوا إلى أسواق المال، أو حتى أن يدمجوا استثماراتهم ربما باستثمارات أخرى؟ وشوفي سيادتك، يعني هو نظريه الاسواق الماليه للشركات العائليه دي نظريه شويه جايه لنا من الغرب. نعم. ويعني انا ليا نظريه فيها معينه. تذهب الشركات العائليه للاسواق الماليه لعده اسباب. اما احتياج ان هو في نوع من التمويل لمشاريع كبيره هم مش موجود عندهم، او من التدريب على الشفافيه، عشان شفافية المعلومات، لأن طبعا لما بيخشوا في سوق الأموال لازم يكون في شفافية في المعلومات بتاعتهم. فأنا يعني لا أظن أن كل شركة عائلية لازم تروح ليس بالضرورة. نعم، لكن كيف تطور أعمالها في ظل هذه التنافسية؟ طبعا ده سؤال ثاني مهم جدا، وده سؤال يعني ده محور كل المناقشات دلوقتي في الشركات العائلية. كيف نتطور بالطريقة؟ ما نقدرش طبعا نتطور بالطريقة اللي احنا كنا نتطور فيها السنوات اللي ماضت. يعني لو تلاحظي سيادتك العشر سنوات الأخرانية تدخل فيها أنظمة كتيرة جدا. يعني الوقت مثلا الأسواق ما عادتش اللي عندها الحماية اللي كانت موجودة. أي شركة عالمية تقدر تخش السوق الخليجي مثلا أو السوق الشرق الأوسط عامة، وتقدر تبيع البضاعة بتاعتها بدون أي وكيل. نعم. الوقت ده حاجة جديدة بالنسبة للشركات العائلية. فكيف تتطور؟ التطور بتاع الشركات العائلية أنها تتطور يعني بحيث أنها تركز على إدارات في أعمال جديدة، وتركز على أسواق جديدة. ما تقدرش بس تكون مجرد انها في المكان بتاعها اللي هو اللي اتولدت فيه، واللي هو مثلا البلد اللي اتولدت فيه. لازم تكون تفكر اللي هو بالتوسع، وراء الحدود والتوسع. يعني توسع. نعم. طيب، واضح ان خصوصا مع هذا النموذج العالمي، يعني نحن نتحدث عن شركات عملاقه تبتلع الاخضر واليابس، يعني لا تترك شيء احيانا لاي شركات او حتى للشركات الاصغر منها. كيف يمكن ان تصمد يعني شركه عائليه في قطاع معين؟ كيف يعني هل هناك من اجراءات معينه تستطيع أن تحمي نفسها، أم عليها أن تنتمي إلى شركات أخرى يعني تندمج معها، أو حتى أن تسير أعمال أيضا الشركات العملاقة؟ يعني هل من السهل أن تفلت الشركات الصغيرة والمتوسطة العائلية من قبضة الشركات الكبيرة؟ هو شوفي، يعني طبعا الشركات العائلية ليها قدرات مش موجودة عند الشركات اللي هي المالتي ناشونال، اللي هي الشركات العالمية. كيف؟ يعني لأن طبعا هم يفهموا طبيعة السوق، ويفهموا حاجة الإنسان الموجود في السوق ده. وطبعا يعني العالم العربي عامة، أنا ما بتكلمش على الخليج بس، العالم العربي عامة ينظر للبضاعة اللي بتتباع وراها، مين اللي وراها اللي بيبيعها؟ اسم مين؟ هل هو راجل طيب؟ هل هو راجل أعمال بيعمل أعمال خيرية؟ هل ينتمي لمين؟ فمهم جدا ان معظم الشركات العالميه دلوقتي بالعكس هم بيحاولوا يخشوا الاسواق بتاعتنا في الشرق الاوسط عن طريق الشركات العالميه. كيف يجري هذا الدخول؟ هو طبعا في بيحصل حاجه، يعني الا تتاثر طيب اعمال الشركه العائليه بهذا الامر؟ لا، ده تتوسع. يعني احنا ممكن يكون نوع من التحالف الاستراتيجي مع هذه الشركات العالمية، ان احنا مثلا نعمل معاها كل تطوير بعض المنتجات للسوق المحلي في الشرق الاوسط، او لتوزيعها بالطريقه اللي هي موجوده. احنا عندنا يعني معظم الشركات العائليه عندهم شبكات توزيع مهمه جدا. نعم. مش عشان تخش الشركه العالميه وتبني هذه شبكات التوزيع بتاخد وقت كبير جدا، ويعني مش موضوع سهل. ففي اللي هي التحالف الاستراتيجي ده بين الشركات العائليه وبين الشركات العالميه، ده اللي هو اللي احنا بنشوفه في المستقبل هيكون يعني هو العنوان الأبرز. هيلعب دور كبير. نعم، هيلعب دور. يعني وحتى من ضمن عناوين المنتدى، منتدى ثروات، فيما يتعلق to be or not to be in the business، هذا هاملت هو اللي قالها. لكن يعني كيف يكون او لا يكون في مجال الاعمال؟ يعني هل نتحدث انه لدى الشركات العائليه الصغيره اشكاليه اذا وجوديه إذا لم تطور نفسها؟ هل هذا هو المعنى؟ لا، هو شوف يا فندم، احنا جبنا to be or not to be the business دي لاندماج الأجيال الجديدة في الشركات العائلية.
لان لضمان الاستمراريه للشركات العائليه لازم نعتمد على الجيل القادم. الجيل القادم ده بيعرف التكنولوجيا احسن من الجيل الموجود، احسن مننا. عنده طريقه معينه وعنده علاقات في العالم مش موجوده عن الجيل اللي هو الحاضر زينا. فاحنا حاول ازاي ندمج الجيل الجديد مع الشركات العائليه. فكانت احنا في المؤتمر اللي عملناه في لندن قريب مع الشباب قلنا تو بي اور نوت تو بي، يعني السؤال كان ايه؟ هل انت كشاب في الشركه العائليه ازاي تندمج في الشركه العائليه، او ازاي وازاي الشركه العائليه تجذب هذه المواهب؟ طيب المواهب ونتحدث عن جيل شباب، برايك ما الذي تغير برايك يعني حتى بالنسبه للفردانيه؟ يعني نلاحظ هلا الانديفيدجواليزم واضح انه هي المسيطره حاليا على التفكير البشري. يعني كل شخص المؤسس هلا كيف نحن عم نشوف قطاعات، يعني كيف تتغير القطاعات، كيف نتجه؟ يعني هل برايك انه لتقليل العماله، هل برايك انه احنا نتحدث عن شكل مرن او رشيق من الشركات لم يكن موجود سابقا؟ هو طبعا هيكون في مرونه ورشيقه زي ما سيادتك بتتفضلي، لكن في نوع من في نوع من الكوميتمنت او في نوع من الالتزام من الشركات العائليه لتكوين فرص عمل. يعني الشركات العالميه لا يعني لا يهمها تكوين فرص العمل، لكن الشركات العائليه لانها لانه مرتبطه بواقع مرتبطه بواقع المجتمع بتاعها ملتزمه زادت هذه النسبه، زادت النسبه عندها انه اللي يكون عندها نشاط اجتماعي. احنا شايفين في يعني نسبه عاليه جدا، وما شفناها في مصر وشفناها في لبنان وشفناها في طب هل هي تروج له فقط من باب الترويج ليكون عندها سمعه، ام هي فعلا هي تحاول ان تثبت بصمتها بهذا؟ يعني احنا عملنا عده بحوث وعندنا يعني ارقام ونشاركها مع سيادتك في مؤتمر ثاني في معهد ثاني، ونقدر نوري سيادتك ان في فعلا حاجات يعني ارقام حقيقيه بتحصل في بمصر اكثر ولبنان اكثر من بقيه الدول. لا يعني عندنا في مصر وشفنا في السعوديه كتير. السعوديه ومصر ولبنان والسودان. والسودان كمان. وبعدين هنا عندنا في يعني هو طبعا دي اماكن فيها عدد من السكان كبير. نعم يعني لكن موجوده في البلاد الصغيره على مستوى اقل طبعا. نعم نتمنى لكم التوفيق، يعني فعلا اعطيتنا كثير معلومات وتفاصيل حول هذا الامر. اشكرك دكتور هشام العجمي وانت رئيس تنفيذي لمنتدى ثروات للشركات العائليه. شكرا اشكرك على كل هذه المعلومات.